يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن اللغة العربية علم واسع غزير، وأن من الشروط الواجبة في المفتي أن يكون عالما بالقرآن وعلومه والسنة وعلومها واللغة وعلومها حسب الإمكان، لازم يصير محيط بالعلوم كلها، لكن حسب الإمكان، ويفتي بما أدى إليه علمه واجتهاده، ويقول هذا اجتهادي وهذا رأيي، ولا يقول هذا حكم الله، ما يقول هذا حكم الله، وإنما يقول هذا اجتهادي أو هذا الذي ظهر لي حسب علمه. نعم. يقول وقد ابتلينا في هذا الزمن بكثرة المفتين، ومنهم كثير لا يرى وجوب المعرفة التامة والكاملة للغة العربية، فما توجيهكم حيال ذلك؟ أصله أنت ما فهمت المراد بالإفتاء. الإفتاء عند الأولين المراد به الاجتهاد، الاجتهاد، فيقال المفتي بمعنى المجتهد المطلق. أما النوع الثاني من الإفتاء فهو النقل، ما هو باجتهاد، نقل، تنقل كلام عالم أو كلام إمام أو كلام مذهب من المذاهب، هذا نقل، ما هو باجتهاد منك. هذا تقول أنا رأيت كذا في الكتاب الفلاني، أو فلان نقل عنه كذا وكذا، تنقل بأمانة، تنقل بأمانة، هذا نقل ما هو فتوى، تنقل عن غيرك. ففي فرق بين الفتوى وبين نقل الكلام، كلام أهل العلم وكلام الأئمة. فأنت تنقل ما يترجح لديك بالدليل، ما رأيت له دليل تنقله للمستفتي، وما لم تر له دليل فإنك تتوقف عنه. هذا اجتهاد خاص، اجتهاد في المذهب. أما الأول الذي يشترط له الإلمام باللغة والإلمام بالقرآن والإلمام بالسنة والإمام بالناسخ والمنسوخ والمطلق وإلى آخره، فهذا يراد به المجتهد المطلق كالأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري والأئمة الكبار، الأئمة المجتهدون اجتهاد المطلق. نعم.